برحب بحضراتكم مرة تانية. واحد من نجومنا الكبار السابقين اللي بنستمتع دايما معاه، يعني معاه برؤيته التحليلية وخبراته أكيد الفنية الكبيرة، كابتن ماهر همام، وحديث مهم جدا حوالين النادي الأهلي ومباراته المهمة جدا المرتقبة بكرة أمام بيراميدز، وأيضا مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة وغيرها من الموضوعات المهمة حوالين النادي الأهلي. اهلا بيك. اهلا بيك يا سعيد. اهلا بيك، ربنا يكرمك كالعاده. اهلا بيك، نورنا يا كابتن. هاني وحشنا والله. انت كمان يا كابتن، ازاي حضرتك؟ كويس الحمد لله. ده الحمد لله يا كابتن. كلنا سعداء طبعا بوجود حضرتك دايما معانا في البيت الكبير، وراءك الفنيه كمدير فني كبير وخبرات كلاعب على مستوى عالي جدا. نبدا مع حضرتك بمباراه بيراميدز بكره، اهميه المباراه ديت للنادي الاهلي ورؤيتك الفنيه ليها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اهلا بيكم، واحنا كمان بنستمتع بيكم بصراحه. ربنا يخليك. برنامج البيت الكبير والنجاحات اللي انتوا بتقدموها لنا. ميرسي يا كابتن بيكم. ويعني عايز اقول لك ان جمهور النادي الاهلي بيستنى البرنامج بفروغ الصبر، يعني الله يخليك. مشاهده كبيره جدا ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. ميرسي يا كابتن. بالنسبه لبيراميدز بكره، طبعا لسه كنت بتكلم مع سام قبل الهوا، اهلي في اهلي، يعني الاهلي بكره بيلاعب يعني معظم تشكيلة بيراميدز ولادنا اللي كانوا موجودين قبل كده، عبد الله السعيد ورمضان صبحي واحمد فتحي وشريف اكرامي. فطبعا مباراة انا شايف من مباراة العيار الثقيل، مباراة فيها دوافع كبيرة جدا بالنسبة للفرقتين. النادي الاهلي عايز يحافظ على المكان اللي هو وصل ليها وهي قمة الدوري، واحنا عارفين ان النادي الاهلي لما بيوصل للمركز الاول ما بيتنازلش عنه، يعني طيب. لحد نهاية الموسم. فالنهارده بيراميدز بيمثل او مكانته في الجدول في المركز الخامس وعنده 13 نقطة من 8 مباريات، ده قليل على 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 قيمة فريق بيراميدز بالامكانيات اللي موجودة عليه من الناحية المادية ومن الناحية الإدارية ومن الناحية الفنية. يعني عدد كنت متوقع يكون يعني بعد الاسبوع الثامن في مركز افضل من كده بالظبط. يعني انا كنت متوقع زي السنه اللي فاتت كده ان هو كان الحصان الاسود لبطوله الدوري العام، وقدر ان هو يعني يحرج الفريقين الكبار الاهلي والزمالك في معظم او في المباراتين اللي هو اتقابله في الدوري العام. وطبعا لما وصل للبطوله الافريقيه يعني يمكن وصل للنهائي، لكن طبعا يمكن الخبرات فرقت معاه بشكل كبير. عايز اقول لك هاني ان هو لحد دلوقتي تكتيكيا او اداؤه داخل الملعب ما وصلش للنضج او ما وصلش للثبات او ما وصلش للشكل التكتيكي اللي احنا تعودنا عليه بيراميدز السنه اللي فاتت. انا شايف ان لحد دلوقتي يعني كيمياء المدرب مع اللاعبين ما وصلتش بالدرجه للناس كانت متوقعاها. طب واللعيبه فيما بينهم؟ لانه برضه في شويه لخبطه، سمعنا عن مشاكل داخل الفريق. اولا بعيدا عن الامور الفنيه، احنا كمان كنت بقول في الانترو ان المباراه بكره مهمه، مش بس عشان ان احنا نحصد ثلاث نقاط فيها كابتن ماهر، بس كمان علشان الجمهور بقى بيستناها في الفتره الاخيره دي، وانت عارف شويه يعني في حساسيه شويه في المباريات اللي زي دي في الفتره الاخيره. فنرجع تاني بقى لفكره الانسجام ما بين اللعيبه، لعيبه بيراميدز والمدرب واللعيبه فيما بينهم. بالظبط. ما اثر بشكل كبير في ادائهم، يعني حتى المباريات اللي بيكسبوها لو احنا كده استرجعنا مباراه بيراميدز مع الاتحاد، يمكن الاتحاد كسب 2-1 ومع الزمالك حصل درون 1-1، ومع سيراميكا يمكن كسبوا 1-0، مع الانتاج الحربي كسبوا 3-2، مع البنك الاهلي درون، وبعدين مع وادي دجله درون، وبعدين مع المقاولين العرب كسبوا 3-1 وسموحه اتعادلوا 1-1. يعني واضح قوي حتى من النتائج ان الانسجام مش موجود في طريقه اللعب ولا حتى في اللاعبين. يعني انا كنت بتكلم مع هاني ان الحاله الفرديه بس اللي بيقدروا يتفوقوا من خلالها. يعني مهاره رمضان صبحي في الثلث الهجومي بيقدر يخترق، شفناه في المباراه اللي كسبوا فيها. عبد الله السعيد كبلاي ميكر، عارف نوعيه اللعيبه اللي حواليه، بيقدر يتعامل معاهم ازاي بالنسبه للباصات القصيره او الباصات الطويله. عبد الله كمان بيجيد التصويبات من خارج ال 18 كور الثابته. هم دول تقدر تقول يا سهام يا هاني مفاتيح اللعب اللي موجوده في بيراميدز بشكل كبير. بس لغايه دلوقتي يا كابتن عندهم لعيبه مميزه، ما فيش شك، لعيبه في كل خط، عندهم لعيب، عندهم خبرات كبيره، لكن
جماعيا تحس انه مش فريق جماعي، يعني الكوره الجماعيه مفتقده في فريق بيراميدز لحد كبير جدا على المستوى. يمكن المكاسب زي ما حضرتك بتقول الفروق الفرديه هي اللي بتفرق. ده ان شاء الله يكون في صالحنا يعني النادي الاهلي باذن الله. وهستعرض مع حضرتك يمكن كمان تشكيل النادي الاهلي في المباراه الاخيره امام المقاولين، تشكيل بيراميدز امام سموحه، ونعمل مقارنات كمان تشكيل بكره هيبقى شكله عامل ازاي يعني. لكن الكره الجماعيه ناقصه شويه بالظبط بالظبط يعني. وانا شايف ان الكره الجماعيه بالكوكبه اللي موجود عليها لعيبه بيراميدز بترجع للمدرب بنسبه كبيره يعني. يمكن احنا مدربين هاني وعارفين ان صحيح. ان قيمه المدرب بتمثل 70% من النواحي التكتيكيه، من النواحي الفرديه، من النواحي المهاريه، و30% 70% للعيبه و30% بالنسبه للمدرب. هو ما وصلش حتى كمان لدرجه ال 30% مع الاسف. بس يا كابتن ما تفتكرش برضو ان ممكن جدا يكون احساس اللعيبه في نجوم، كل واحد حاسس انه نجم في مركزه، في نجوم كتيره في الملعب على حسب كل واحد شايف ان هو نجم كبير، فديت محتاجه كمان اداره تدوب الكلام دوت. نفتكر مانويل جوزيه مع النادي الاهلي وقد ايه كان نجوم كبار في الفرقه، لكن قدر بشكل او باخر ان لا انتوا كلكم كوره جماعيه وما عنديش نجم اوحد. لغايه دلوقتي اعتقد ان بيراميدز عندها مشكله في الجزئيه دي بالظبط، وما وصلش للمرحله دي. يعني انت بتتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده اداره قويه وجهاز فني قوي، والاداره القويه بتبقى في ظهر الجهاز الفني، فهنا اللعيبه بتحس بالكلام ده، فاللعيبه بيبقى فيها شيء من الضبط والربط نتيجه ان الاداره واعيه والجهاز الفني واعي، فيضطر اللاعب انه يلتزم، مجبر انه يلتزم لقرارات الجهاز الفني واخد بالك داخل الملعب. فالنهارده احنا ما حسيناش بدي في بيراميدز بصراحه يعني. الاداره يعني انا شايف مش بقوه اداره النادي الاهلي، اكيد طبعا الجهاز الفني نفس الكلام مش بقوه الجهاز الفني النادي الاهلي، لكن قيمه اللعيبه اللي موجوده داخل الملعب قيمه كبيره جدا، وزي ما قلت يا هاني معظمهم نجوم. انا شايف ويا رب يعني ان التجانس ده ما يحصلش بكره يعني. نتمنى ان التجانس ده اللي احنا بنتكلم عليه. انا عايز اتكلم على التجانس ما بين لاعيبه الفريق الاهلي، انا عايز اتكلم عن الاربعه الكبار، عايز اتكلم على شناوي وايمن وعمرو السولية ومعلول. الاربعه الكبار دورهم بعيدا عن الملعب يعني اكيد مهم جدا بره الملعب مع زمايلهم خاصه الجداد. بالظبط هو دور اللعيبه الكبار. احنا يمكن لو رجعنا للزمن من اجيالنا احنا كانوا بيقولوا هاني بيفتكر الست الكبار الست الكبار ايه الست الكبار دول اللي هم واجعين دماغنا بيهم. اتاري الست الكبار دول تقل كبير جدا بشكل كبير في تيم النادي الاهلي، هم اللي بيحدثوا يعني يعني احنا كان عندنا الكابتن حسن حمدي، كان عندنا الكابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى عبده، كابتن محمود الخطيب، كابتن صفوت عبد الحليم، وكلهم نجوم لهم باع كبير جدا داخل الملعب وخارج الملعب. والست الكبار دول في الاحداث اللي بتحصل يعني مثلا يعني ربنا لا يجيب يعني مباراه يحصل فيها اخفاق، تبص تلاقي دور الست الكبار ازاي يلموا الفرقه، ازاي يعني يخرجوا الفرقه من الاجواء اللي هي فيها تشاؤم، ازاي بيحمسوا الفرقه بشكل كبير جدا. يعني تقدري تقولي دور الست الكبار او اللعيبه الخبره دورها زي المدرب داخل الملعب وخارج الملعب. صحيح. يعني بيبقى لهم القياده داخل الملعب وخارج الملعب اكتر من مدرب كمان. صح، وشفناه في امثله كتيره جدا. بالظبط. وده موجود واحنا اتورثنا هذه يعني الظاهره الجميله وبدات من جيل لجيل يعني بنسلم من جيل لجيل. فزي ما انت ذكرت يا سهام الاربعه الكبار دول عليهم دور كبير جدا، وباين من شخصيتهم انه خارج الملعب وداخل الملعب ان هم بيقدروا فعلا يقودوا اللعيبه بشكل كبير، والقياده من خلاله هو الاول يعني هو اللي بيلتزم رقم واحد عشان كمان اللعيب زميله يبدا يحس ان الكابتن هاني كابتن الفرقه اكثر التزام. الكبير اللي بيلتزم طبعا. فالنهارده القدوه دي خارج وداخل الملعب. وداخل الملعب يا كابتن كمان يمكن شفناها واسترجع مع حضرتك مباراه المقاولين في روح الاصرار والعوده. انا علي معلول ما شاء الله يعني تحس انه زي دايما ما بنقول انه معجون النادي الاهلي، ده قيمه كبيره جدا شكله في الملعب واصراره على احراز الهدف. لما الكره كذا كوره جت حتى هو بيلوم نفسه لما بيعمل اوفر فما بيطلعش مظبوط فبيلوم نفسه، ده بيتنقل طبيعي جدا للعيبه. شفنا دور ايمن اشرف، شفنا دور كمان يمكن
يعني غياب بدر بنون شويه كان مؤثر، لكن ياسر ابراهيم خامه طيبه جدا. فده مهم يا كابتن بكر ان يكون عندك هذه النوعيه من اللعيبه في هذه النوعيه من المباريات، لان المباريات خلينا نتكلم بكل امانه بتروح وتيجي يعني بلغه الكوره. في وقت من الاوقات اكيد بيراميدز هيسيطر شويه على المباراه، فوجود العناصر ديت في الاوقات الصعبه داخل المباراه نفسها دورها اهم كمان من المدير الفني. طبعا طبعا يعني، وانا عايز اقول لك يعني ان في مباراه المقاولين واحنا خسرين 2-0 لكن احساسنا ان الاهلي اللي راجع يعني هيعود مره ثانيه. هقول لك ليه يا هاني، لو نرجع بالزمن كده احنا يمكن على مدار الاجيال يمكن انا بالنسبه لي سنه 78 لما احنا خسرنا الدوري بجول اعتباري، الزمالك خد الدوري في السنه دي وفضلنا في الكاس ماشيين مع بعض 16 18 سيمي فاينل وفاينل، ما احنا كسبنا 4-2. لو تفتكر احنا كنا خسرين الشوط الاولاني، الشوط الاولاني كان تعادل، نزلنا اول ربع ساعه الشوط الثاني علي خليل جاب جول وبعدين وصل 3-1 يا كابتن 4-2 يعني. لا في الاول كان تقدم نادي الزمالك 2-1 بعدين 2-2 3-2 بالظبط 4-2. فانا عايز اقول لك ان يعني وخد بالك كمان يمكن جيل ابو تريكه نفس الظروف، حصلت مره مع الاتحاد، حصلت مره افتكر مع سموحه. يعني واضح قوي ان احنا كمان مع التاريخ مش قلقانين حتى والنادي الاهلي خسران، خسران 2-0 نتيجه، والشوط الاولاني خلص 2-0 نتيجه ثقيله بتلعب فريق المقاولين. لكن في لقطه حتى كمان يعني بين في الاستراحه وبعدين بدانا الشوط الثاني، تخيل يا هاني مصطفى شوبير بيحمس اللعيبه، واقف على الخط بيسلم على ده وبيسلم على ده وبيسلم بالظبط كده. مصطفى شوبير اللي هو اصغر واحد فمصطفى شوبير شاف الكلام ده فين؟ اكيد شافه بقى من فرقته تحت بالظبط، من الكبار شافه وليد ومتربي عليه متربي عليه من تحت. برافو عليك. صحيح. فدي بدك من ضمن الحاجات احساسنا احنا كفنيين، لا الاهلي راجع. وبعدين طبعا مستر موسيماني التغييرات الجميله اللي عملها في الشوط الثاني، فكرنا بمانو جوزيه اللي كان بيدفع باثنين مهاجمين وثلاثه مهاجمين واخد بالك، فدي ده اللي عمله في الشوط الثاني بالظبط. يعني في ثقه من المدرب في لعيبته ودفع احنا خسرانين، فلما تبقى خسرنا كابتن هاني انت طبعا مدرب كبير، فاضطر عايز تعوض، فعشان تعوض لازم تعوض بمهاجمين. الحمد لله رب العالمين ان احنا كمان الدكه عندنا دكه كبيره ودكه ثقيله، فكل التغييرات اللي نزلت كانت مؤثره بشكل كبير جدا بصراحه. كابتن يعني ماهر، اخر مباراه لينا امام المقاولين كان في فرق رهيب جدا ما بين الشوط الاول والثاني. بكره في مباراه بكره الفرق الكبير والواضح ده هيكون موجود، ولا من بدايه المباراه هنعرف ان احنا نحسم باول هدف في الشوط الاول ومن بدري؟ ده اللي بتمناه يا سهام هاني، ان احنا بقى لنا 3 اشواط يعني بنروح ونضيع فرص كتيره جدا لكن ما بنسجلش. الشوط الثاني بيحصل سبحان الله استنفار بشكل كبير، ومباراه ثانيه بتكتيك ثاني بجو ثاني بلعيبه ثانيه. فانا اتمنى ان احنا يعني نستوعب هذا الدرس، واحنا طول عمرنا في تاريخ النادي الاهلي اهم فتره علينا الثلث ساعه الاولى اللي احنا بنخلص فيها الجيم. مسافه ما بتفتح بجول اول جول بتدي ثقه للعيبه وبتدي ثقه للجهاز ويبدا يبان بقى الشغل الموسيماني وشغل اللعيبه. فاتمنى ان بكره يبقى المباراه الرابعه ان احنا نحسم من الشوط الاولاني من مبكرا. طبعا. طيب ده هيجي كتير كابتن عن طريق تغيير في التكتيك شويه وتغيير في بعض الافراد على مستوى المراكز. على سبيل المثال هل ممكن بكره نشوف محمد شريف من البدايه، لان محمد شريف وطاهر اعتقد بيأدي دور اكتر من رائع في خلال الفتره الزمنيه الصغيره اللي بينزل فيها بيهدف بشكل كبير جدا. هل ممكن كسؤال اولاني يعني بالنسبه للتشكيل، هل ممكن نشوف محمد شريف على حساب والتر بوايليا في بدايه المباراه بكره، ولا هيبدا بنفس التشكيل؟ ممكن يعني هم. طب انت تفكر يعني انت هم الاثنين يعني انت برضو كابتن يعني انت يعني خبرتك كابتن تقول لا ده دلوقتي محمد شريف يخش، ولا نستنى شويه وندي فرصه كمان لبقى. والله يعني بقيتش تفرق بصراحه يعني قيمه نجومنا شريف ووالتر يعني حاجه، وطاهر وكهربا والشحات يعني وقفشه، يعني انت بصراحه بتبقى حيران. انت عندك لعيبه تقيله قوي ولعيبه مؤثرين بشكل كبير. يعني انا قلت لك في الحلقه اللي قبل كده قلت لك يا هناوي سعده اللي بيمر النادي الاهلي بصراحه. يعني انت يعني عارف
بتبقى في منتهى السعاده. هم بيحسوا بقيمه ده يعني كابتن. اه شفنا النهارده شريف لما مضى، لما محمد شريف لما النهارده يعني وقع او جدد عقده مع لجنه التعاقدات، وامير كان يعني بيقول لك بلا شروط. النهارده الثقه اللي حضرتك اتكلمت فيها ديت افتكر كمان واصله لاعبتنا بشكل كبير. شفنا النهارده تجديد عقد ديانج، حمدي فتحي، محمد، مين تاني؟ علي لطفي. علي لطفي طبعا. يعني شفنا عدد من اللعيبه اللي تم حسم تجديد عقودهم مؤخرا، ده اعتقد كمان بينقل لهم الثقه بشكل كبير ويعني ويفرق كمان في الملعب اكيد. طبعا طبعا التجديد ده بيدي ثقه للعيبه، وبعدين اللعيبه كمان حابه يعني. وليد سليمان لما بيمضي على بياض طبعا، يعني وشناوي، كلمه وليد والشناوي ومعالي معلول بكلمه لعيبه يعني، لعيبه منتخبات ولعيبه مؤثره بشكل كبير جدا في بطولات النادي الاهلي، في نتائج النادي الاهلي، فده بيدي ثقه بشكل كبير. يعني الراجل عاش في المؤسسه، حس ان هو فعلا في اعظم نادي في الشرق الاوسط وفي العالم العربي، ويمثل كمان حتى الفرق الاوروبيه، لان هو عارف انه بيصنع تاريخ. أيوه. معنى دي وتاريخ له ان هو صاحب البطولات واعدادها ما شاء الله، اذا كانت افريقيه او دوري عام. فالنهارده كل اللعيبه من دول بلغه الكوره كده فرحان، يعني سعيد، يعني مش متأزم، مش جاي التمرين وهو مشدود او جاي التمرين. لا ده جاي وهو احلى حاجه بيحبها هي كره القدم. فجاي يعني نايم بيحلم، وبعدين بسرعه قايم شايل شنطته ولابس وراح اشتغل كوره، رايح اشتغل كوره، راح العب كوره، راح انبسط كوره، راح امتع الملايين. دي صحيح. فالنهارده لعبتنا بصراحه والحاله اللي وصلت لها اللعيبه، وطبعا الفضل لمجلس الاداره وال يعني كمان لجنه التخطيط، ان عندك فريق محترم، كل مركز فيه 2 و3 لعيبه على مستوى عالي جدا. روح التنافسيه دي بتعلي من قيمه الفريق نفسه، بتعلي من قيمه اللاعب نفسه، وبالتالي انت عندك دلوقتي مركز راس الحربه، عندك مروان، عندك بواليا، عندك محمد شريف، بتتكلم على صلاح محسن، على الجوانب الهجوميه عندنا عناصر كويسه جدا وعناصر مميزه. التوليفه اللي حضرتك شايفها من خلال الخط الامامي بالذات، شايف التوليفه ازاي؟ الاربعه طبعا قفشه لا غنى عنه اعتقد كرقم 10، لكن الثلاثه اللي قدام قفشه من خلال رؤيتك المباراه اللي فاتت، مين افضل ثلاثه يبدا بيهم مباراه بيراميدز؟ يعني الخط الامامي يعني. زي ما انت قلت كده هاني، قفشه 10 رقم 1، انا شايف طاهر، محمد طاهر، وشايف على حساب حسين الشحات. على حسين الشحات، على حساب حسين الشحات. وانا شايف ان كهربا كمان يعني بيمثل قوه ضاربه بشكل كبير جدا. يعني حضرتك بتتكلم قفشه 10 ناحيه اليمين، طاهر، محمد طاهر، وبعدين كهربا ناحيه الشمال، وبعدين راس الحرب محمد شريف. محمد شريف يعني انا شايف ان يعني في فعاليه وفي اصرار. صحيح. وفي انا بتطبق معاك يا جماعه، يبدا بيه يعني. تحسي تحسي كده ان فعلا الناس عايزه، الناس ما بنقلش من كمه الباقي، ده بالعكس، ده الباقي كمان ما عندناش لعيبه اساسيه ولاعيبه على الدكه يعني، زي ما بنقول سبحان الله. يعني احنا كمان اللي بينزل بيعمل فرق معانا، بيكسبنا. صحيح. فانت النهارده بتحير الدنيا كلها. يعني عايز اقول ان بقت ثقه جماهير النادي الاهلي في الفرقه، وبثقه جماهير النادي الاهلي في ال 90 دقيقه او حتى كمان الوقت بدل الضايع، ان احنا هنقدر نجيب جول في اي وقت. ونقطه مهمه كابتن كمان، ان المرونه التكتيكيه بدات تظهر يعني. حتى على مستوى يمكن موسيماني قال كده في المؤتمر الصحفي ان عنده مرونه تكتيكيه من خلال تغيير طريقه اللعب. وخلال ماتش المقاولين لعب بثلاث طرق لعب، يعني في لعب 4-1-4-1، لعب في الاخر براسين حربه، نزل مروان محسن وكان معاه محمد شريف. فكمان دوت بتدي زي ما حضرتك بتقول، اولا القماشه واسعه جدا والمرونه التكتيكيه موجوده، فبالتالي ده يعني كمان بيضيف للنادي الاهلي وبيصعب من مأموريات الخصم يعني. وانت في نص ملعب الخصم الشوط الثاني يا هاني، الكثافه العدديه كانت صحيح. موجوده، دخل ال 18 6 احمر، تخيل يعني طبعا. 6 احمر موجودين جوه ال 18، حتى كمان خارج ال 18 في كمان 2 حمر موجودين. فانت النهارده في جرأه هجوميه لعبت النادي الاهلي يعني، والجرأه الهجوميه دي بترعب الفرق. فانت النهارده هتمسك مين ولا مين ولا مين؟ يعني النهارده مثلا انا كنت بتخيل كده ان عماد سليمان وهو عماد نحاس وهو شايف
نجوم النادي الاهلي المهاجمين وهم بيسخنوا انا لازم كمان اعمل تغيير دفاعي، كان لازم يعمل لو عندي اثنين مدافعين الحق اغيرهم عشان يمسكوا الناس دي. صحيح، واخد بالك يا هاني؟ طب بمناسبه الدفاع انا عايز اتكلم على بدر بنون، يمكن النهارده الدفع بيه بقى مهم جدا وغير شكل الدفاع في النادي الاهلي. غيابه عن المقاولين طبعا بسبب البرد بنقول له سلامات. هو نزل بكره ان شاء الله تقريبا في التشكيل. قول لي بقى الى اي مدى سيصنع الفارق، سيصنع الفارق. حسينا بيه يعني احنا حسينا بغلاوته بقى. حسيت بقيمته. والله دي حقيقه يعني. بس مش بنقلل من قيمه ياسر طبعا. لا طبعا يعني يمكن انا وهاني بنحس ان عشان هو اندمج مع اشرف الفتره اللي فاتت اكتر من 5 مباريات فحصل نوع من الانسجام السريع بالظبط والثبات والرؤيه والتحكم يعني كل حاجة موجودة بالنسبة لهم كانت بتسهل بشكل كبير. ياسر لعيب مهم. ياسر بردك من لعيبة بصراحة قبل كده كان وصل لفورمة جميلة مع بردك مع أيمن ويعني خامة من الخامات بردك اللي بنقدر نعتمد عليها بشكل كل كبير. كل واحد مميز دفاعيا في حتة كابتن نمير، وأكتر واحد ممكن يكلمنا عن المميزات دي حضرتك والفرق بين ياسر وأيمن وبدر حضرتك يعني هو مفيش فرق أسهام بينهم من بعض بصراحة يعني مفيش. لكن عايز أقول لك إن بدر بنون لما وصل احنا كنا محتاجين الهدوء ده، محتاجين الرؤية دي، محتاجين الذكاء ده، محتاجين طول القامة دي، محتاجين ألعاب الهوى المميزة في حالة التشتيت أو في حالة بداية الهجمة، محتاجين مفتاح لعب يطلع من تحت ويقدر يزودنا. هو عنده كورة برضه كويسة بيقدر يزيد ويقدر يعمل لنا الباصات اللي هي المتوسطة، يقدر يعمل لنا الباصات الطويلة، كمان بيقدر يروح في الحاجات الثابته الفرات الجانبيه او كورنر، بيقدر يجيد العاب الهواء كمان وبيسجل منها اهداف. حتى كمان يمكن شفناه في مباراه البنك الاهلي كورتين في العارضه بالظبط يعني فدي برضه من الحاجات المميزه. النجم كبير في هذا المركز يا كابتن، ودايما بتحس ان المركز دوت ممكن يكون لازم يكون عندك، وخاصه بتعتمد على طريقه اللعب المدرب، انك يكون عندك القوه والسرعه متوفره مثلا في ايمن اشرف، عندك الهدوء وعندك التركيز، وانك بتطلع بالكوره بشكل مميز جدا وبتبني هجمه عن طريق بدر بنون. فالتنوع في دوت بالعكس، احنا دلوقتي كنا بنعاني كتير جدا من مركز السردباك واصابات كتيره وغياب سعد ورامي و لكن دلوقتي نقدر نطمن الحمد لله حتى بوجود ياسر ابراهيم وعودته بشكل جيد جدا، بدر بنون، ايمن اشرف، سعد ان شاء الله يخش بشكل كبير. فاعتقد المركز ده ما بقاش علامه استفهام، ورامي ربيع طبعا ما بقاش علامه استفهام في النادي الاهلي، بالعكس بقى مصدر قوه يعني جدا جدا هاني. وبعدين الحته دي نحسها انا وانت اكتر ناس، لما بتتقفل الجيمز انت بتسيطر على الجيم يعني ما بيجيش فيك، تقدر تجيب في الدقيقه 90 دقيقه 95، وانت كمان بتحس طول ما الحته دي مقفوله خلاص مفيش امل للمنافس انه يوصل للشناوي. مفيش امل، شايف ان العمليه كل هجمه مقطوعه، كل هجمه فاسدينها، كل هجمه مفيش امل، فالفيرو بيزهق بلغه الكوره فيقول لك لا بقى انزل العب بقى، انا عايز اكيف نفسي خلاص، الحته دي مقفوله، الناس يعني خنقانه مش معديه ولا الميه ولا الهواء. فالحته دي لما تتامن يبقى النادي الاهلي الجيم تقدري تقولي احنا رايحين للمكسب. حاجه تانية كمان، الحته دي تجيب بطولات. طول ما انا عندي حارس مرمى قوي زي الشناوي وعندي دفاع قوي انا ما شاء الله، لو هنشتري في 5 بطولات هناخد 5 بطولات كابتن. بس الحته كمان الادمانيه يا سهام كمان يا هاني ما شاء الله بقت مؤثره بشكل كبير. فانت النهارده عندك حارس مرمى قوي، عندك خط ظهر قوي، عندك حته قدامانيه تقدر تجيب لنا جول في اي وقت. فانا شايف ان الاهلي بصراحه وصل بشكل كبير جدا. عايز اسالك سؤال بقى، واحنا خلاص يعني بكره اخر مباراه للاهلي قبل ان شاء الله سفره عشان يلعب امام الدحيل القطري، بكره ممكن نعتبر ان هي بروفا شكل مباراه الاهلي امام الدحيل يوم 4؟ عايز اقول لك حاجه سهام، بالنسبه للجهاز الفني هو بيعد الدحيل عن طريق المباريات دي. اكيد يعني هو حمل اقصى في حمل اقصى في حمل اقصى، كلها مباريات قويه، الدوري السنه دي بادئ قوي جدا، مفيش فرقه ضعيفه. فالنهارده ده الاستعداد لبطوله انديه كاس العالم، فهو شغال كل مباراه باسلوبها بتخطيطها بلعبتها بامكانياتها. بس يعني هناك طبعا
وده بيدي اللعيبه يعني اللي احنا بنقول بلغه الكوره الكمال بقى في حته الجانب البدني، الجانب المهاري، الجانب الخططي، عشان لما اروح هناك يبقى انا وصلت بالمستوى اللي يؤهلني ان انا انافس الفرقه دي وحارب على المركز اللي احنا بنسعى ليه. فده بيبقى اعداد من الجهاز الفني مكمل للاعداد اللي هنعمله. وانا اعتقد يا كابتن، وانا باكد لحضرتك ان يمكن عشان برضو الناس ما تفهمش ان احنا لسه بنفكر في الضحيل او كاس العالم قبل بيراميدز، احنا متعودين ان بناخد الموضوع ستيب باي ستيب، احنا مركزين. ويمكن الجهاز الفني بيذاكر الضحيل بعيد عن الفرقه، يعني أيوة. اعتقد ما اتكلمش على فريق الضحيل قبل ما بنتكلم على مباراه بيراميدز، لان عندنا وقت. يعني ان شاء الله عندنا بكره مباراه بيراميدز، عندنا لغايه يوم الجمعه نبدا بقى بعد مباراه بيراميدز، وده واصل للعيبه ان كل التركيز على مباراه بكره، ان دراسه الخصم بالنسبه للضحيل ده في لجنه لوحدها، اللي هو محلل الاداء بيقعد ساعات مع المدرب بيقول له الموضوع كذا كذا، لكن كل التركيز اكيد بكره على مباراه بيراميدز اللي هناخد معاها ان شاء الله كمان مكاسب معنويه. ان شاء الله ربنا بس يحقق الفوز بكره، ده كمان مكسب معنوي لافتتاح بطوله كاس العالم امام الدحيل. يعني بالظبط يا هاني. وبعدين الناس تقول لك ايه، اصل اللعيبه خايفه تتعور، الكلام ده كان الاول يعني. لا، ده كل لعيب دلوقتي بيحارب على مركزه، كل لعيب دلوقتي بيحارب على الثلاث نقاط، كل لعيب دلوقتي بيحارب على صداره الدوري، طبعا بطوله الدوري. وبعدين زي ما هاني قال هيبقى ملف وهيتقفل طبعا مؤقتا بس، وهنخش في الملف الاحترافي الاعلى زي ما هاني قال. يعني الناس شغاله بشرايطها باعدادها متابعه الفرقه هناك، الدوري القطري خدوا هم 7 بطولات، عندهم لعيبه محترفين انضموا ليهم برضك، زي بيرمز كده ما عندهمش جمعيه اللعب لسه، فروق فرديه كويسه قوي. بالظبط، فروق فرديه، لعيبه عندها خبرات، لكن جمعيه اللعب مش زي النادي الاهلي، وده ان شاء الله اللي هيدينا التفوق ان شاء الله لما نروح قطر ونقابل الدحيل في هذه المباراه. لكن طبعا عايز اقول ان ثبات التشكيل بالنسبه للنادي الاهلي هو ده اللي ادانا دلوقتي الفاعليه، هو ده اللي ادانا الاداء، خصوصا الشوط الثاني في كل مباراه في الثلاث مباريات اللي احنا لعبناهم. اهلي متغير بشكل كبير، وده بيرجع للجهاز الفني ان هو بيقرا الخصم، يعني تملي يقوله حتى المعلقين يقول لك الشوط الثاني شوط المدربين، ذكاء المدرب هنا بقى الثاني اللعيبه بالظبط يخص اللعيب. فذكاء المدرب ان هو بيقدر يلحق في الربع ساعه دي ان هو يغير من طريقه اللعب، يغير من اللعيبه، يغير من اسلوبه، على اساس انه يوصل للهدف اللي هو بيسعى ليه اللي هو الفوز بثلاث نقاط. والحمد لله 400 مستر موسيماني وجهازه وده كان اول يعني. ده كان اول مباراه كمان مستر موسيماني بيتخلف فيها بهدفين، لان طبعا كل المباريات اللي فاتت يمكن كان ممكن تعادل الشوط الاولاني او الاهلي متقدم. فكمان مهم جدا انك تعرف فكر المدرب في حاله انك متاخر بهدفين، وده كتير على النادي الاهلي متاخر بهدفين. فالتغيير في التكتيك واستخدام الادوات اللي معاك، الدكه القويه اللي فيها النادي الاهلي، ده كمان يحسب لموسيماني بشكل كبير جدا يعني. بالظبط يعني كمان الناس كانت بتشكك، انت عارف يا كابتن برضو المشكله في ايه؟ المشكله ان طبعا يعني النادي الاهلي السنه اللي فاتت عامل طفره كبيره وفارق كبير قوي قوي عن اقرب منافسيه، وبالتالي الصوره لسه في خيال الجماهير ان الصوره دي تتكرر، وبالتالي الدوري مختلف السنه دي، المنافس مختلف، الظروف مختلفه، عندنا مشاكل في البار في التحكيم، وبالتالي بتلاقي بعد كل مباراه او بعد حتى شوط اولاني بيبقى في نوع من انواع النقد شويه. راي حضرتك ايه في القصه دي؟ بص هاني، اولا هي دروس بنستفاد منها كلنا، يعني حتى احنا خارج الملعب احنا قاعدين بنستفاد من الدروس اللي حصلت، وده ده اكبر درس المقاولين العرب. تخسر 2-0 في الشوط الاولاني وبعدين تبدا الشوط الثاني بفعاليه بهذا الشكل وترجع للمباراه ب3-2، اكيد دي دروس لمستر موسيماني واللاعبين كبيره، وانك انت الحمد لله قدرت انك انت تتخلص منها وبسرعه وبمكسب كمان واداء. فعايز اقول لك هاني، تملي البطل كده، البطل الناس عايزه تشكك فيه، عايزه توقعه، عايزه تحبطه، البطل طول عمره بلغه الكره مكروه، واخد بالك؟ والنادي الاهلي هو اللي بيكسب الدوري، والنادي الاهلي هو عنده احسن لعيبه، فالعين دايما عليك طبعا، العين دايما عليك طبعا، تلاقي الشكوك بقى
اصله يعني اصله مدرب لسه بالظبط يعني الكلام بقى اللي احنا بنسمعه الكلام الخايب ده. طب بما انك عالمي وبطل فعلا عالمي هتشارك في حدث تاريخي قريبا جدا يعني يوم 4، قيم لي كابتن ماهر الدحيل القطري، قيم لي الدفاع، مستوى الدفاع في الفريق. اكيد تابعت الاسماء، مهدي بن عطيه يعني لاعب يوفنتوس والبايرن ميونخ السابق، اكيد مدافع قوي جدا بين صفوف الدحيل. شايف المباراه ممكن يكون شكلها عامل ازاي؟ انا شايف ان احنا هنلعب في استاد القاهره، يعني قطر كل المصريين اللي موجودين هناك خلاص حجزوا التذاكر، فانت هتحسي باجواء انك انت موجوده، يعني اجواء مش موجوده كمان في مصر، ان جمهور النادي الاهلي موجود هناك، الجاليه المصريه هناك اكتر من 30,000 يمكن كتير. فالنهارده التذاكر خلصت كلها اهلاويه، يعني النهارده مسافه ما النادي الاهلي ينزل المطار تفرجي على الجماهير هتبقى عامله استقبال استقبال عالمي. فالنهارده الثقه كلها هتتبني من اول وصول النادي الاهلي. النقطه الثانيه، يعني احنا طول عمرنا في قطر وفي الكويت والسعوديه النادي الاهلي بيبدع بصراحه، وبيسيب سمعه كبيره جدا في المكان اللي هو رايحه. انا شايف ان اقل خطوطهم، يعني كل المحللين بتتكلم على خطوط الدفاع بالنسبه لهم اقل الخطوط، يعني عندهم خبرات ممكن، لكن عندهم مشاكل في التنظيم الدفاعي بشكل كبير جدا، اقل من نص الملعب والمهاجمين. فده برضك هيبقى عنصر من ضمن العناصر اللي هنقدر نستفاد منها بشكل كبير جدا، ان احنا عندنا كمان اقوى خط هجوم، فقوه هجومنا هتقدر تاثر بشكل كبير جدا على دفاعاتهم. وطبعا هيبقى هم مستنيين، هم بالنسبه لهم عيد النادي الاهلي جاي، وان اول مره هيلاعبوا النادي الاهلي بطل القرن، فهم كمان عايزين يعملوا لسه هو من 2009 يعني عايزين يعملوا اجواء وعايزين يعملوا مباراه كامل يعني. طبعا تحسب لهم في التاريخ. نعم. فانا شايف ان اقل خطوطهم خطوط دفاعيه، حتى حراسه المرمى يمكن فيها برضك متغيرات من حارس لحارس. انا بتفق معاك يا كابتن، اللي ممكن وان شاء الله ما يحصلش، وان لعيبتنا والجهاز الفني يكون عاملين حسابهم على الجزء الهجومي، عندهم جزء هجومي شرس جدا، عندهم وسط ملعب مميز جدا على مستوى الدفاع زي ما حضرتك بتقول. وجود المهدي بن عطيه خبرات في التمركز، خبرات في الاداء في القوه، لكن على مستوى السرعات باكد لك ان مهدي بن عطيه كمان ما بقاش بالسرعات المناسبه، يمكن كان ميزه وهو صغير شويه، لكن دلوقتي السرعات شويه قلت. هو بيلعب بخبرته وبيلعب بعينيه كويس قوي، قائد في الملعب بشكل كويس، لكن مع وجود سرعات، مع وجود خلق مساحات ورا خط الدفاع الدحيل ان شاء الله، وده بيجيده النادي الاهلي بعده طرق، عن طريق الاجناب، عن طريق قفشه والكرات البينيه، عن طريق سرعاتنا، عندنا سرعات كويسه زي كهربا، زي محمد شريف، زي طاهر محمد طاهر. فاعتقد الجزء الاهم ان احنا ان شاء الله باذن الله طول ما انت محافظ على شبكتك نظيفه، اعتقد فرص الفوز هتكون كبيره يعني. بالظبط يعني، وهو ده اللي النادي الاهلي يعني ماشي بالخطوات اللي انت بتتكلم عليها هاني. انا عايز اقول لك كمان من ضمن الدروس اللي استفاد منها الجهاز الفني التكتل الدفاعي. صح. يعني عايزين نرجع كده هاني للتكتل الدفاعي ازاي يتضرب. انا في رايي طول ما انت في نص ملعبك والخصم داخل باكتر من 6-7 لعيبه، هنا فرصه انك انت لما تقطع تبقى الكور الاماميه اللي فيها تحضير بسرعه، عشان العدد اللي موجود في نص ملعبك صعب يقدر يرجع عشان يلعب على الكاونتر اتاك. وهقول لك في واقعه الكابتن جوهري واحنا في منتخب مصر قال ايه؟ قال لك الوحيد اللي كان بيضرب الوحيد اللي كان بيعمل كونتر اتاك على الخصم ماهر همام، وانا ما كنتش مهاجم وانا مدافع. طب ازاي انا بضرب كونتر اتاك ده؟ فقال لك الكره اللي ما بتوصل له وهو بيشترك مع راس حربه، وراس حربه ضامم وجناح ضامم ونص ملعب بيحاول، فماهر همام بيلعبها يعني بيقطعها وبيلعبها لنص الملعب، فضرب 4 لعيبه بلعبه واحده. صحيح. خلاص، فالعدد قل، فاضطر نص الملعب يحضر بسرعه، وبعدين تتنقل لمصطفى عبده ورا الناس بالسرعه دي، فده بيحصل كونتر اتاك واحنا مش واخدين بالنا. احنا يعني لعيبه دي ميزه بنلعب بس انك بتقطع بتمريره. بالزبط. في فرق بين المدافع بيقطع بيصفش، وفي فرق واحد بيقطع ويسلم
وبالتالي لما بيسلم خلاص انت فتحت الملعب بالزبط. بشكل كبير يعني انا عايز اقول طبعا مع احترامي لمستر موسيماني مدرب عالمي ومدرب كبير جدا، لكن ساعات انا بحكي الواقعه دي والشناوي كمان بيعملها صحيح. يعني الشناوي بيعمل كونتر اتاك صحيح. بسرعه بيبقى عامل اسيست كمان بالظبط. فانا عايز اقول لك هاني ان دي يعني ملحوظه مهمه جدا. يعني كنت عمال اقولها لوائل يا وائل الحق اقطع بسرعه وحطه قدام، بلاش التحضير اللي على الجنب. التحضير اللي على الجنب ده هاني لو هما رجعوا لو خلاص ما عندكش فرصه يعني الكاميرا. هو حس انك انت قطعت فبدا يرجع، فهنا خلاص تبدا هتضطر انك انت تحضر بقى صحيح. عشان تبدا تخش بقى من بره او من جوه او عن كروس او جمله او كره ثابته. فدي من ضمن الحاجات بيشتغل عليها المدرب حتى في الالعاب الصغيره، تخيل اللي هي الحاجات اللي بالايد دي بالايد اللي عند بول بسرعة, بسرعه بسرعه بسرعه. يعني ممكن نعملها وحدات تدريبيه، وده ذكاء المدربين زي كابتن جوهري الله يرحمه كان 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 سابق عصره. يعني هو لما لقط حاجه زي كده وراح اشتغل عليها وركبها وعملها وبقت كوره بالظبط، عمل كونتر اتاك. نتمنى كده ان شاء الله باذن الله. زي ما حضرتك بتتكلم، اولا التركيز ان شاء الله على مباراه بكره، مباراه مهمه جدا على مستوى التصدر الدوري وعلى مستوى المعنوي، انك رايح بطوله كبيره زي كاس العالم. ان شاء الله كل التوفيق. طبعا سعدنا بيك يا كابتن دايما حبيبي، يعني سعدنا بيك دايما جداً. وبارائك الجميله ربنا يخليك يا حبيبي، ودايما دايما كده منورنا في البيت الكبير. متشكرين جدا. شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا جزيلا. شكرا لك يا كابتن، شرفنا دايما ومنورنا والله. بعد الفاصل كلام مهم قوي حوالين منتخب مصر لكره اليد.